للتعليق معنا مشكورا الأستاذ عواد إعبدون، باحث في سوسيولوجيا التربية. أستاذ عواد مرحبا بك معنا. ملف أزمة التعليم في المغرب كان ولا يزال حديث المغاربة سواء على الأرض أو أيضا في العالم الافتراضي. كثيرون تفاعلوا مع القرار الأخير ديال وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لاستدراك أو ربما تدبير ما تبقى من الزمن المدرسي. إجراءات كثيرة أبرزها تمديد السنة الدراسية بأسبوع إضافي بالنسبة للأسلاك الثلاثة، وتأخير موعد الامتحانات طبعا منها الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا بأسبوع. شفنا كيفاش تفاعلوا رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الأمر. أنت كيف تفاعلت مع الأمر وكيف تعلق على هذا الجدل الدائر؟ السلام عليكم، تحية طيبة، شكرا أستاذ حنان على الاستضافة وعلى قناة ميدي أنتي كذلك على الاستضافة. تحية للمشاهدين الكرام. بطبيعة الحال تفاعلي هو من عدة منطلقات باعتباري فاعل تربوي وباحث في المجال التربوي وكذلك كأب لأبناء وأطفال يدرسون بالمدرسة المغربية. في الحقيقة كنا نتوقع فعلا أن تكون هناك تدابير خاصة وأن يكون هناك تعامل خاص مع واحد إشكالية مطروحة حاليا، هي إشكالية زمن التعلمات. طبعا احنا عندما نؤطر هذه الإشكالية كنأطروا على عندنا زمن كان مفروض أن يقدم للمتعلمين ووقع واحد الضياع لسبب من الأسباب. وفي الحقيقة لا نتحدث فقط عن الزمن وإنما عن أزمنة، لأن هناك بعض المتعلمين الذين فعلا يعني درسوا واستفادوا من البرنامج كاملا، نتحدث على المؤسسات الخصوصية ولا بعض الأقسام الأخرى اللي استفادوا. دونك حقيقة كنتكلموا على أزمنة وليس زمن. أنا بالنسبة لي طبعا الحال ما قامت به الوزارة من تدابير هي تدابير حالية أولية، لأن مازال غيكون تفصيلات من الواضح أن غيكون تفصيلات فينا الأمر، لأن تكلمنا على مبادئ من خلال مذكرة تكييف تنظيم السنة الدراسية، كنتكلموا على واحد التكييف لزمن التعلمات، لأن هذا الزمن لأن البرنامج تم وضعه بناء على واحد الغلاف زمني، وإذا فقد هذا الزمن هذا المفروض أن يجب أن أكيف هذا الزمن، وعلى أكيفه يعني في الحقيقة بمعنى من المعاني أن أعيد مراجعة المضامين التي ستقدم في هذا الغلاف الزمني وأعيد البرمجة. طبعا حتى إعادة البرمجة كان واحد التمديد، ومن الواضح أنه تمديد بأسبوع. إذا درنا واحد المقارنة عددية أو مقارنة كمية كيبان بأنه أسبوع لا يوازي. وهذه هي النقطة اللي يعني خلقت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى ما بين الأولياء الأمور، أنه كيف سوف يتم يعني تجميع واش ما ضاع يكفي أننا نزيده في أسبوع فقط، في حين أنه ربما هناك اعتبارات لهذا الأمر. أستاذ عواد صحيح أستاذ حنان، وهو تساؤل مشروع، لأن طبعا لا يمكن أن نعوض ما ضاع بين مزدوجتين في أسبوع، ولكن يمكن أن نكيف. وهنا كان توجه نحو أننا نشتغل على ما يسمى بالتعلمات الوظيفية، لأن الزمن عندما يضيع، لأن إذا اشتغلنا بمنطق كمي ربما خصنا نمدد السنة الدراسية إلى غاية نهاية غش ربما أو منتصف غش، وهذا فعليا شبه يعني مستحيل. لماذا؟ لأن في الحالة غادي نربطوا سنتين دراسيتين ما غيكونش توقف، ناهيك على إكراهات أخرى، لأن كنعرفوا التعليم المدرسي يرتبط كذلك لدينا بالتعليم العالي ومخرجات التعليم المدرسي. راه عندنا مدارس دولية، عندنا مدارس مؤسسة الاستقطاب المحدود، عندنا أجندة ديالها إلى آخره. دونك الحل اللي هو إجرائي وعملي هو أن يتم بالفعل تكييف المحتويات، يعني نحاول ناخذ منه الأساس. طبيعة الحال هذا واحد الإجراء تربوي دقيق جدا، يحتاج لمختصين ويحتاج لواحد الخيارات الفاعلين. هنا كنتكلموا ربما على الفاعل الاساسي الذي لا بد له ان يكون هو مرتكز العمليات كامله، هو الاستاذ الذي يستطيع فعلا ان ينفذ وينزل واحد البرنامج التعلمات الوظيفيه فيه. طبيعه الحال مساعدات بقيه الفاعلين التربويين، المفتشين التربويين، الاداره التربويه، اطر الدعم، جميع الفاعلين التربويين. اذا هنا كجواب مباشر لا يمكن تعويض زمان اذا هضرنا بشكل كمي الا بزمان يوافقه. في الحالة هذه إذا قلنا بعدم إمكانية ذلك كنديروا إجراء آخر، هو أنني إما نحاول نضيف زمن، هو اللي كذلك كاين في الخطة ديال الوزارة، هي أننا نفتحوا مجال الدعم التربوي. هنا عاوتاني دائما كنرجعوا أنه من سيقوم بالدعم راه هو الأستاذ المرتكز، وكاين ما يسمى كذلك التعليم عن بعد والمنصات المفتوحة، مع الإشارة إلى أن هذه المنصات كذلك يجب التعامل معها بواحد الحذر لكي لا نعمق
التفاؤل الحضور، ان عندنا واحد التجربه رقميه نعرفها جميعا، واخا كاين بعض المنصات حقيقه يمشي ليها بالمجان، ولكن عموما الماده الرقميه تحتاج الى لوجيا، تحتاج الى انترنت، تحتاج الى اجهزه. بالتالي عندنا حقيقه واحد الاشكاليه ديال تكافؤ الحضور التي لا يجب ان ننساها. اجرائيا لا يمكن لنا الا اننا نخفف من البرنامج بالتركيز على الاجرائي والعملي فيه الاجرائي اللي كاين، ولكن هذا التخفيف هذا كما قلنا يجب ان يخضع لمنطق اخر، ان عندي واحد المتعلمين اخرين راهم استفادوا من البرنامج كاملا، اذا كيف يمكن ان نوازي ويعني نقوم واحد المعادله اللي نراعي فيها. وهو ما ركزت عليه بتكييف الوضع اكثر مما هو يعني تعويض ما ضاع. الاستاذ عواد عبودون باحث في سوسيولوجيا التربيه، شكرا جزيلا لك. الله يكرمك.